انا جاي احكي باللي جاي. بدي شو عم جرب تعملي؟ رايحة اشوف ابني. ميدا اخذت قرار النهائي. امل عايزك وطالي عايزتك. احنا لازم نكون واقفين لحد لتالي. تجوزها وخليها تعيش معكم. طالما انا عايشه رح ضلني واقفه حتى. بدك تحضري حالك. بنتي رح يكون عندها ام تاني. ومشيت. يوميا 8:30 المساء طيله شهر رمضان الكريم على ام تي في.